بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنبدأ في محاضرة عن احتراف البحث العلمي في شبكة الإنترنت. المحاضرة بتاعتنا بتحتوي على 5 أبواب. الباب الأول بيشمل تعريف محركات البحث، ونقصد بها محركات البحث العامة وتصنيفها. الباب الثاني بنتناول فيه محركات البحث المتخصصة. الباب الثالث بنتناول فيه تقنيات وأساليب، ونقصد بيهم هنا اللي هي أوامر استخدام محركات البحث. الباب الرابع عبارة عن بعض الخصائص الإضافية لمحركات البحث. وأخيرا بنتناول ملخص سريع لأوامر البحث في المحركات. الباب الأول بيتحدث عن تعريف محركات البحث وتصنيفها. بنقول إن الإنترنت عبارة عن شبكة كمبيوتر عملاقة، بنمثلها بالظبط بمكتبة كبيرة جدا بتحتوي على آلاف وملايين ومليارات الكتب والمواقع. علشان كده لما بتيجي محتاج أي معلومة منها لابد أن يكون في عندك فن، في عندك نوع من المهارة علشان تقدر توصل للمعلومة اللي أنت عاوزها وما تقعدش تدور بدون نتيجة في هذه المواقع. لابد عشان نتصل بالإنترنت لابد أن يكون عندي برنامج اسمه برامج التصفح، ودي عبارة عن برامج بيطلق عليها بالإنجليزي براوزر. علشان تشتغل لابد يكون في عندك شبكة تليفون منزلي متصل بيك على الحاسب الآلي بتاعك أو شبكة ADSL. أشهر هذه البرامج هي برنامج إنترنت إكسبلورر، نتسكيب، MSN، ودي ليها فيرجنز مختلفة، وكل ما زاد الفيرجن كل ما تقدر بيكون في مزايا أفضل من اللي قبليه، ودي ممكن بتنزلها بكل سهولة من الإنترنت. دوت الشكل بتاع الديسكتوب بتاعك. لما بتيجي تنزل الإكس بي لأول مرة بتلاقي في عندك أيقونة مكتوب عليها إنترنت إكسبلورر، هو دوت البراوزر بتاعنا، هو ده اللي بيدخلك على شبكة الإنترنت. أي برنامج محرك عشان يشتغل لابد محتاج إلى برامج تحتيه، أو المحركات نفسها بتحتاج إلى برامج تعمل لها سبورت ليها. المحركات بتحتاج 3 أنواع من البرامج. أول برنامج بنسميه برنامج الواجهة اللي هو الإنترفيس. البرنامج الثاني بنسميه البرنامج العنكبوتي اللي هي البرامج أو سبايدر بروجرام. البرامج الثالثة بنسميها برامج الفهرسة أو الأدلة أو الدليل، وده بنسميه الإندكس بروجرامز. برنامج الواجهة ده عبارة عن برنامج الهدف منه إن أنا بدخل منه، بيديني صفحة، بيفتح لي صفحة بخش فيها، بيديني أقدر أكتب فيها الكلمة اللي أنا عاوز أبحث بيها أو الكلمات، بعض الأوامر بستخدمها علشان تساعدني. بيخش ما نعرفش بيعمل إيه بعد كده، لكن في النهاية بروح مطلع لي العناوين وملخص روابط المواقع اللي بتحقق لنتيجة البحث. إذا ده ما إلا واجهة فقط بيعرض input data و output data. دوت صورة لبرنامج جوجل الانترفيس بتاعه، دوت لبرنامج ياهو، ده لبرنامج نوعية تانية اسمها دوج بايل. البرنامج التاني اللي تعتمد عليه محركات البحث، أو النوع التاني من البرامج اللي تعتمد عليها محركات البحث، هي البرامج العنكبوتية، واحنا دي بنسميها البرامج الزاحفة. الزاحفة لأنها بتخش جوه المكتبة الكبيرة بتاعة الإنترنت، بتخش تتصفح كل الصفحات اللي فيها مستعينة بالكلمات بتاعتك اللي انت مديها لها علشان خاطر تطلع لك المواقع اللي بتشمل هذه الكلمات. النوع الثالث بعد ما بيخلص البرنامج العنكبوتي الشغل بتاعه لابد يروح لبرامج تانية يصنفها لك ويجمعها لك، بيتناول الداتا من البرامج العنكبوتية وبيجمعها لك كلها مع بعضها علشان في الاخر خالص يظهرها لك مرة اخرى على برامج الانترفيس زي ما قلنا في الاول خالص. بالنسبة لانواع محركات البحث، في عندنا 3 انواع لمحركات البحث. في محركات بحث الكلمات السيرش انجنز، في محركات الادلة دي سيرش سابجكت او سيرش دايركتوري، وفي محركات متعددة البحث في محركات أخرى دي بنسميها الميتا سيرش انجنز أو المالتي سيرش انجنز. نمر ألف، عندنا محركات بحث الكلمات دي بتكون أكثر انتشارا، دي بتاخد لك البيانات من مواقع الإنترنت ككلمة مطلقة أيا كانت هذه الكلمة، تبع مواقع تجارية، تبع مواقع عسكرية، بتاخدها لك بتجمعها لك من كل الصفحات الموجودة وبتطلعها لك بعد كده على برنامج الانترفيس بتاعها. اشهر هذه البرامج اللي عندنا هي برنامج جوجل، التا فيستا، وليكوس. ده الشكل بتاعنا لما جينا نكتب على
الواجهة بتاعة برنامج جوجل، كتبنا كلمة جي بي اس، فوجئنا ان في عندنا 347 مليون موقع، وده بيؤكد اهتمامنا ان احنا لابد ان احنا يكون في عندنا عملية فلتريشن، عملية ريفايننج، عشان خاطر اقدر انقي الداتا وانقي المواقع دي كلها عشان اوصل اللي انا عاوزه. النوع الثاني من المحركات هي محركات الادلة، ودي اللي بتبحث في الموضوعات. النوع دوت بيجمع المعلومات المصنفة في فئات محددة، زي بدور على مجموعة من الشركات، بدور على قوائم مؤسسات، يعني بيجمعها هذا كلها في مواقع مع بعضها، في دايركتوري مع بعضها. كل موقع من دول ليه الفهارس بتاعته، ليه النظام بتاعه، ليه الوسائل بتاعته، عشان اقدر اوصل للمعلومة اللي انا عاوزها. اشهر هذه المواقع هو موقع ياهو. هنا بنشوف بحثت عن نفس الكلمة في مواقع ياهو على صفحة الانترفيس بتاعت ياهو، اداني 419 مليون بيشملوا كلمة الجي بي اس، وزي ما احنا شايفين جنبها التايمينج حوالي 16% من السكند. النوع الثالث دي محركات متعددة البحث في محركات أخرى، يعني هي عندها الداتا بيس بتاعها، ولكن بتخش على محركات أخرى وتجمع لك منها البيانات تاني، يعني تعتبر زي مالتي سيرش انجنز. الفكرة بتاعتها في البحث بتتفق تماما مع المجموعة الأولى، إنها بتخش تبحث عن الكلمات فقط، ولكن دي بتبقى أفضل شوية في الحاجات المتخصصة، لأني بتجيب لي بتقول لي دي موجودة في ياهو، في جوجل، في الحاجات، فبتدعم إمكانية البحث بتاعي، وبتأكد لي إن هذه المعلومة مش موجودة في موقع واحد، لا دي موجودة في أكثر من موقع أو على أكثر من ماكينة بحث. من أمثلتها اللي هو الدوك بايل اللي إحنا قلناه وعرضنا صورته من شوية. ده بيخش بيبحث في 13 مكنة معايا، في 13 محرك على التوازي مع الداتابيس بتاعه. ودوت مثال للدوك بايل، زي ما احنا شايفين هنا بيجمع عدد قليل قوي، ولكن بيجمعهم لك من اكتر من موقع، وده هنشوف العدد القليل دوت نتيجة ايه. هنا عندنا بعض المواقع الهامة، دي مواقع بتناقش اسماء محركات البحث، عناوينها، انواعها، في مزيد من التفاصيل عليها، في مواقع تعليمية زي آخر موقع دوت، إزاي تبحث على الإنترنت، بيسهل لك شوية لو حبيت تشتغل أو حبيت تشوف حاجة إضافية للبحث على الإنترنت. دي عندنا بعض محركات أو روابط بعض محركات البحث اللي بتعمل بنظام الكلمة والدليل، اللي هم المجموعة الأولى والثانية. في عندنا جوجل، في عندنا ياهو، في عندنا أسك، في عندنا أول ذا ويب، في مجموعة كبيرة جدا ممكن اللي عاوز، وفي عندنا مجموعة بريتانيكا اللي هي مجموعة بريطانية. دي كلها ممكن تخش عليها، ممكن تبحث فيها عن النقط اللي انت او عن الكلمات اللي انت بتدور عليها. دي بعض المحركات اللي بتعمل بنظام الميتا سيرش، اللي بتخش تبحث في محركات اخرى. هنا ممكن ببحث في محركين او اكثر في وقت واحد عن طريق سايت اسمه جاهو يوجل. هما جابوا سايت موجود عندنا، شال الجي بتاعت جوجل، حطها مكان الواي، والواي مكان الجي. موقع تاني اسمه 20 سيرش انجنز، ده بيخش بيبحث في 20 مكنة بحث at the same time على التوازي، علشان يقدر يعرفك المعلومة دي موجودة بالشكل الفلاني في انهي محرك. دوت الموقع بتاع جاهو يوجل زي ما احنا شايفين، ودي الصورة بتاعته، بنبحث عن كلمة جي بي اس هاند هيلد في الاتنين، بيدي لك هنا 16 مليون 300 ألف، هنا بيدي لك 7 مليون. هنا ربطت الكلمتين مع بعض عشان تعرف أو تقدر تشوف السيستم ده بيبحث إزاي والسيستم ده بيبحث إزاي. الحاجة التانية اللي هي اللي قلنا عليها، اللي هو موضوع ماكينة البحث اللي هي 20 سيرش، دي بتبحث في 20 مكنة بحث في وقت واحد. لما تيجي تكتب كلمة البحث عندك في الخانة بتاعتك، بتفاجأ إن مكتوبة في نفس الوقت في 20 محرك، تقدر تخش على كل واحد فيهم وتعرف كلمتك موجودة في أنهي موقع. دلوقتي بإذن الله هنتكلم عن الباب الثاني من المحاضرة، احتراف البحث على الإنترنت. عنوان الباب الثاني عبارة عن محركات البحث المتخصصة. دي بنلاقي إن في عندنا مجموعة من محركات البحث بتتخصص في المجالات، بعضها بيكون فاينانشال تجاري، بعضها بيكون عن كمبيوتر سيرش انجنز عن مكنات البحث، بعضها بيكون انسر سيرشنج، ودي بنسميها احنا محركات المعرفة، وفي بتبقى محركات علمية.
ده قدامنا هنا دلوقتي روابط لبعض المحركات العلمية والهندسية. في عندنا في سيروس، في عندنا اي سيفل انجينير، في عندنا سيرش اديوكيشن او سيرش اديو، في عندنا سيت سير، في عندنا حاجات للكيمياء للطبيعة لكل المجالات، مجموعة من محركات البحث اللي بتكون متخصصة فقط في هذا المجال، ما بيجيب لك صفحات خارجة عن الموضوعات اللي هي مخزنة فيها. دي بعض روابط المحركات اللي في مجال الهندسة المدنية، أشهرهم عندنا اللي هو سيفل يو بي سي سي اي، في عندنا اول سايتس دوت كوم، دول برضو من المواقع المشهورة اللي بتبحث في مجال الهندسة المدنية. هنتناول خصائص أكتر 3 محركات بنستعملهم في مجال الهندسة. في عندنا واحد اسمه سايروس، هنتفرج شوف دلوقتي حالا دلوقتي ايه مزاياه. في عندنا ساي سيك، وفي عندنا اي سيفل انجينير. اول محرك بحث بتاع سايروس دوت شخصيا استخدمته كتير جدا، لانه فعلا بيريحك في عملية البحث. بتكتب له كلمة البحث فوق، تحتها في كلمة جورنال، في بريفيرد ويب سيرش، في اذر ويب سورسز، وفي اكزاكتيف ريس. لما تكتب له الجملة دي او الكلمات دي بيجيب لك المواقع اللي فيها هذه الكلمات، ولكن بيعمل لك لستة في الجنب، عملية ريفايننج، عملية فلتريشن، بينقي لك الداتا دي وبيقول لك ان المواقع اللي قدامي دول 61,000 او 69,000 توتال الموجودين عندي دول، اكتر كلمات فيهم موجودة هي كلمة باتري لايف، هي كلمة كومباسز، هي كلمة كونتينوس جي بي اس. فاذا بيقول لي ان المواقع دي كلها في موضوعات مشتركه بينها وبين بعضها. اروح انا جاي على هذه الليسته اللي على اليمين، اروح جاي عامل كليك، بتعمل تنقيه وتروح مدخلاني في عدد اقل من المواقع. ارجع بعد كده الاقي برضه اكثر الكلمات شيوعا في هذه المواقع، ادوس عليها، تقلل بعد كده عدد الكلمات لغاية لما اصل الى عدد انا ساتسفاي بيه، انا مقتنع بيه واقدر ابحث جوه. انا مش هقدر ابحث في 69,000 موقع مرة واحدة. دوت الموقع التاني العلمي المتخصص، بيتناول فيه حاجات في الزراعة، حاجات في الفلك، فانت بتدوس على كلمة انجينيرينج فبيدخلك على المجموعة او بيدخلك على الاجزاء الهندسية الموجودة في هذا المحرك. ودوت مثال لما جيت بحثت عن جي بي اس هاند هيلد، هي بس يعني المفارقه ان انا ما تلقيتش اي عدد من المواقع موجود هنا، ما بيكتبش هو عدد المواقع الموجوده، بيكتب لك الاسم بس وبيانات بسيطه عن الموقع ده. برضه موقع متخصص في الهندسه المدنيه اسمه اي سيفل انجينير، ده ممكن الاخوه الزملاء بتوع الانشاءات يستفيدوا بيه اكتر من اي حد تاني لو بيتعمق شويه في الموضوعات الانشائيه. ودوت مثال لما جيت بحثت عن كلمة جي بي اس هاند هيلد جواه اداني هذا العدد من المواقع. في بعد كده عندنا روابط لبعض محركات المعرفة، دي اللي بنسميها الانسر سيرش انجنز. دي في عندنا اشهرهم اللي هي الانسر دوت كوم، في عندنا الويكيبيديا، في عندنا الجوجل انسرز، دول من اهم المواقع الموجودة في محركات المعرفة. في بعد كده عندنا محركات مصرية، لما تخش على الموقع المكتوب باللون الاحمر دوت هيدخلك على جميع دول العالم وجميع محركات البحث اللي تتكلم في كل مدينة او الموجودة بالنسبة لكل مدينة. هتدوس على ايجيبت جواها هيدي لك ان في عندنا في مصر عدد من المواقع او من محركات البحث اللي ممكن تخش تدور فيها، ودي عادة ما بتفيد الناس بتوع السياحة او المواقع السياحية او التجارية اللي تتحدث عنها المدينة. ده مثال لأحد هذه المواقع بنسميه egyptsearch.com، ودي الصورة بتاعته لما بتحب تخش تبحث عن أي كلمة فيه. بعد كده في عندنا روابط لبعض الكتب الهندسية والبرامج الهندسية. في عندنا موقع أمريكي بتاع الـ US Army Corps of Engineers، دوت فيه عليه حوالي 170 كتاب بيتحدثوا كلهم عن مجالات الهندسة بصفة عامة وبهندسة مدنية بصفة خاصة. في برضه بعض المواقع فيها كتب عربية، أحد هذه الهيئات الموجودة في السعودية عاملة موقع لبعض الكتب المتخصصة الهندسية. في بعد كده عندنا محاضرات موجودة في عند ناس موجودين في الخارج، أشهرهم اللي هو مستر بريتو، ده بيتكلم في سول ميكانكس، بيتكلم في الطول بيلدنجز، بيتكلم في موضوعات كتيرة.
في موضوعات تانية بتشملها في سيفل انجينير، وفي موضوعات مجانية أو روابط مجانية بتدخلك على تجيب بعض الإثبات لبرامج الأوتوكاد والحاجات دي كلها، وفي برنامج عربي اسمه كورسات دوت نت ممكن تحصل عليه على بعض هذه البيانات أو بعض هذه المعلومات في هذا المجال. دوت الموقع الأمريكي بتلاقي إن فيه عندنا لما تخش عليه أدي الرابط بتاعه موجود فوق خالص أهو، بتيجي تكتبه بيديلك حوالي 170 كتاب بخش في مجال التخصصات الهندسية كلها، وأقدر أبحث أي كتاب أنا عاوزه، ودي كلها فايلات PDF بقدر أعملها داونلود وأقدر أشتغل بيها على طول. دي نموذج للبرامج الموجودة في الموقع السعودي. دوت كتاب بيتحدث عن مقدمة في تطبيقات الحاسب، 555 صفحة، بيشمل كل حاجة عن الحاسب الآلي، جميع البرامج بتاعته وإزاي بتشغلها وباللغة العربية. وطبعا ده من الكتب الظريفة اللي ممكن الواحد يستعين بيها في أي مجال عشان تعرف معلومات جديدة عن المايكروسوفت أوفيس. دوت صورة لموقع الكورسات دوت نت، لازم طبعا تشترك، لو مش كنت مشترك بتشترك اشتراك جديد، وبيسجل اسمك عنده وتقدر تخش بعد كده عنده زي ما انت عاوز.